عندك زغليل عمر يوم اهاليهم ماتوا، اهاليهم تعبانين، او اهاليهم سابوهم وطاروا انطفشهم. يعني انا كنت عملت المبسم السيليكون ده للتأكيل الزغاليل اللي هي عمر يوم، من عمر يوم واكتر، مثلا حتى اسبوع. لو في ناس كتير قالوا لي ان هم مش لاقيين المبسم السيليكون ده، مبسم السيليكون ده بيتباع عند اللي بيبيعهم الميكس بخمسة جنيه يا جماعة. ده بس في بقى المشكلة ان في بلاد كتير مش عارف يشتريه، هو مش لاقي ولا عارف يجيبه منين. بس ده المبسم السيليكون اللي بيتركب على سرنجة التأكيل كده بالشكل ده، بيركب في سرنجة التأكيل كده. سهل جدا طريقة استخدامه للزغاليل من عمر يوم حتى الفطار. طيب اللي مش عارف يجيب ده، انا جبت لكم حل جديد. بحثت طبعا، حضراتكم عارفين اني ببحث دايما عن الحلول. ده اسمها جلدة بلف العجلة، خرطوم ده، وخرطوم رفيع جدا، يمكن ارفع شوية، لكن بيمسك جامد جدا. فهو انت هتلاقي فيه صعوبة شوية وانت بتركبه في السرنجة، لكن هو ده طري جدا، هيبقى بديل للمبسم السيليكون. ده البديل اللي هتلاقيه، ما تروح لأي واحد بيبيع قطع غيار العجل هتقول له عايز جلدة بلف العجلة، اسمها جلدة بلف العجلة، تمام. وهتركبها على أي سرنجة، بتركب من سرنجة، من حتى سرنجة الأنسولين اللي هي العادية من 1 سنتي، حتى سرنجة 20 سنتي تنفع عليها. انا معايا اهو على 5 سنتي وعلى 3 سنتي، هو كفاية جدا للزغاليل اللي من عمر يوم. ده اللي هو المبسم السيليكون يا جماعة، لكن انا هجرب لكم دلوقتي اللي هو بجلدة البلف. اهو انا عامل دي وعامل دي، هتروح قاصص حتة كده بالمقص بالطول المناسب على قد الزغلول بالشكل ده اهو كده، وتروح مركبها في السرنجة وتبقى بالشكل ده، هي دي اللي راكبة دي. طيب نستخدم ايه؟ معانا علف اللي هو اسف الميكس، ميكس الحمام او ميكس الزغاليل، نوعية كويسة جدا. ده موجود في دمياط يا جماعة الميكس ده. هنستخدم منه معلقة على 3 معالق مية تقريبا كده، انا عرفت العيار بتاعه، معلقة على 3 معالق ميه. هي الزغاليل اصلا مش هتاخد لسه من عمر يوم، هو الاهالي مأكلينهم، بس انا قلت اوريكم. فانت ما تعملش التصغيط اللي هو التصغيط اليدوي الا اذا للضرورة فقط، يعني اذا الاهالي ثابت الزغاليل او اي سبب، او ماتهم او مرض اصابهم فمش عارفين يأكلوهم، او ما انتش عارف مش لاقي كمان حاجة عندك تنقل تحتها، انما لو في حاجة تحضن تحتها حضن تحتها. معلقة زي دي ونحط عليها 3 معالق مية وتقلبها كويس قوي. بعد ما حطينا عليها المية نقلبها كويس قوي حتى يمتزج المية بالميكس بتاعنا، وهتسحب بالجلدة، ممتازة جدا، بتسحب بسهولة جدا. دي اللي هي جلدة البلف يا جماعة اهو، عشان تكونوا متأكدين، دي جلدة البلف وده سيليكون، المبسم السيليكون. في فرق، ده تخينة عند اهو، ارفع كمان اللي هو جلدة البلف يا جماعة. بس زي ما قلت لك هي صعبة شوية في تركيبها في السرنجة، محتاجة منك تتعب شوية عشان تعملها. وهنبدأ بسم الله نأكل الزغلول. طبعا هي اهاليهم موكلاهم، بس انا اوريك ازاي. اهو الخرطوم بيخش جوه اهو، خلاص جلدة البلف دخلت خالص اهي، تمام. وبعدين هندي، ما تكترش الزغلول اللي هو من عمر يوم، يعني لو خد سنتي بيشبع. تاني اخوه اهو، بسم الله ما شاء الله، سهلة جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو، دخلت ونعطيه سنتي كمان كده. خلصنا موضوع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.